ماما انت ليش سكتتي؟ حبيبي انا كنت عم بتفاهم مع عليا بخصوص الشغل عنا، قال انه بدها تترك الشغل وتروح من هون. خالي عليا عن جد بدك تتركينا وتروحي؟ ايه شايف، منشان هيك كنا عم نتخانق. وانا كنت عم قلها ما بيصير تتركنا وبتمنى تضل، بس ان شاء الله تحط عقلها براسها. ايه طبعا، انا رح ابقى. وانت اطلع لفوق وغير اوعيك وقعد دروس مثل الخلق، وما في طلعة من الغرفة. ماما بترجاكي. ما بدي اي اعتراض، عليا رح تاخذ لك الاكل على غرفتك. كنتي رح تفضحينا بتصرفاتك هي. بتعرفي شو رح يصير اذا عمر عرف الحقيقة يلي خبيناها عليه؟ ما رح خلي يعرف اي شيء، انا مستحيل اجرحه. بعتذر منك كثير. يلا روحي على شغلك. ايه اصحك تنسي الحكي يلي قلت لك يا ابدا، وديري بالك منيح ماشي. ايه كيف كان موعدك مع سليم؟ يلا احكي لي لشوف. عن جد كان حلو كتير وانبسطنا، واهم شغله هي اول مره بحس انه سليم عم بيتقرب مني كتير. ما شاء الله، الله يحميكم من العين ويخليكم لبعض. آمين. وعلم الأولاد كيف يعرفوا يطيروا طيارة الورق. يا الله شو كان مبسوط. بيحب يلعب بطيارة الورق كتير، وحتى كان هو يساويها بإيده. ما خبرتيني بهالشي؟ ما صار مناسبة لخبرك، كان هو يلي يساوي لكل أولاد الحارة طيارات الورق. لو شفتي قديش يعملون حلوين. استني رح فرجيكي شغلة. إجا الأستاذ سليم لهون وحاول يقنعني خليك تشارك مع فريق الطابة. وشو قلتي له؟ طبعا قلت له لا، انا ببعتك على المدرسه لتدرس وتتعلم، وانت لحق لي الشغلات الفاضيه يلي ما لها طعمه. بس كنت عم اقول. شو عم بتقول؟ بركي بتسمحي لي اشترك معهم، انت بتعرفي قديش انا بحب العب بالطابه، والرياضه بتخليني اهتم بدروسي اكثر. بتخليك تهتم بدروسك اكثر؟ يعني هلا ما عم تدرس ما هيك؟ لا ماما انا مو هاد قصدي منو. اذا ضليت عم بتفكر بالطابه رح تكون كسلان مثل باقي رفقاتك. لو تعرف شو عم ساوي كرمالك، أنا بتعب وبشتغل لأمن مستقبلك، وأنت على طول بتحب تزعلني. ماما أنا ما بحب زعلك منوب. طيب سكر على هالموضوع نهائيا ولا تفتحه بنوب. أنت بتعرف قديش بحبك وبخاف عليك. ما صدقني أنا بحبك أكتر من أي شي بهالدنيا، وأنا عم حاول أمن لك مستقبل حلو مشان تعيش بسعادة من دون ما تاكل هم شي بعدين. ماشي مثل ما بدك. وانتي بتعرفي قديش انا بحبك ما هيك؟ طيب معناها عود واهتم بدراستك ماشي حبيبي؟ ماشي ماما. برافو. خدي شوفي، مو مصدقة كيف كبروا بسرعة. تقولي هالصورة مبارح عن جد حلوة، طالعة حلوة هالصورة. كان عنا كتير صور بس ما ضل منهم غير هي. خير خالتي؟ وين شردتي؟ يلا حكي لي ليكون في شي مضايقك. ذكرت مراد. آخ من ابني هالمجنون، قديش كانوا يلعبوا سوا ويخافوا على بعض، والمكان اللي بيكون فيه سليم لازم يكون مراد فيه كمان. لو تعرفي قديش كانوا بيحبوا بعضهم كتير، وهلأ شوفي لوين وصلت حالتهم. والله معك حق يا خالتي،
بتحسيهم كأنهم مالون إخوة. مراد كان عصبي شوي وعثمان عنيد. بس الحقيقة ما بحط الحق على مراد، المسكين مرق بفترة صعبة كتير وبسفر سليم. المسكين يتحمل وشال كل التعب والعذاب لحاله، ولهيك طفش وراح. بترجاكي لا تزعلي حالك، أكيد رح يجي يوم ويتصالحوا مع بعض. مو أنت كنتي تقولي إنه الزمن بيعالج كل الجراح وبيداويها؟ وبكرة رح تشوفي كل الأمور رح ترجع أحسن. بعد ما نتجوز رح يجي الدور على مراد، وأكيد رح تيجي المرأة يلي رح تحنن قلبه على أخو ورح تلين له عقله شوي. المهم أنت لا داقي حالك بنوم. إن شاء الله يا بنتي، إن شاء الله. أنا ما ببالغ بالحكي بنوب، ما في حدا بيطبخ أو بيساوي قهوة أطيب منك. إيه والله معك حق، وكل مرة بتعملهم أطيب من الأول، ما في مثلها. بس الظاهر أمك ما عم تسمعنا، وبعدين بتجي وبتقلي يا عثمان أنت بطلت تحب طبخاتي وقهوتي مثل الأول. لا سمعت كلامكم، بس عقلي بمكان تاني. خير إن شاء الله، شبك؟ نحن قاعدين مبسوطين مع بعض هون، وابني مراد ما منعرف شلون عايش، مشغول بالي عليه. والله يلي من ايده الله يزيده. برأيي لا تاكلي همه، بيعرف منيح كيف يدير باله على حاله. لا تقول هيك عثمان، ليش هيك صاير عنيد وقلبك حجر؟ انت بتكون ابوه وهو بأول عمره، شي طبيعي يغلط، ومفروض الكبار يتفهموه ويسامحوه. انا متأكد انه عم بيفكر فينا، بس عنيد مثلك بابا. شو يعني روح لعنده واترجاه؟ لو بده كان اجى على البيت. ابنك اللي ميبس راسه ومعند كتير، هذا بيته كمان بده عزيمة ليجي؟ معناتها رح أعزمه بكرة على الأكل، نقعد سوا، بلكي بتتصافى هالقلوب بقى وبيروح هالجفا. يوم خطبتك ما قدرنا نحكي، بعدين ما بيصير تضلوا متزاعلين برمضان. أمي معها حق، مراد بيحبنا مثل ما منحبه، بعدين الضفر ما بيطلع من اللحم، وأنا بصراحة كتير مشتاق لنقعد سوا وندردش مع بعض مثل زمان. لكن طالما أنتم مصرين كل هالقد، ماشي خلوه يجي. أنا ما فيني أكسر بخاطركم بنوب، اصطفلوا اعملوا يلي أنتم بتلاقوه صح. لكن إن شاء الله بكرة رح نجتمع كلياتنا على السفرة مثل قبل. ألف حمد وشكر لك يا ربي، هلأ ارتحت. ألو؟ مرحبا، أنا مراد. مساء الخير سيد مراد. مساء النور، عندي إلك خبر حلو. رفيقي كان لازم موظف عنده فخطرتي على بالي، رح يناسبك هذا الشغل، شغلي مريحة كتير والراتب معقول كمان. بالله عن جد عم تحكي؟ أنا كتير انبسطت، بتشكرك كتير. ما في داعي تشكريني، الناس لبعضها. على كل، بكرة فاضي لنروح سوا وتقابلي رفيقي صاحب الشغل؟ أكيد أكيد. إذا بدك أنا بمر باخدك. لا لا ما في داعي تعذب حالك وتجي لعندي. طيب مثل ما بدك، أنا ما رح صر عليك. يسلموا، معناتها على موعدنا بكرة. مع السلامة، مرة تانية شكرا لك. ابني قطعت لي قلبي. مين هاد؟ مين رح يكون؟ من الشغل. طيب ماشي. شو هدول؟ هدول الوراق مشان الاشتراك بالبطولة استاذ، لازم توقع عليهم بالأول. ك
كل هالشغلة اللي فوق راسي جاي تصرعني بهالشغلات المسخرة؟ بلا هالشغلة الفاضية نحن رح نتشرشح من وراها. طيب ليش يعني؟ الأولاد كتير متحمسين عم يتدربوا بكل طاقتهم، بدال ما يصرفوا طاقاتهم بالدراسة قاعدين عم يهدروها بالطابة. برأيي لا تتورط بهيك شغلة. ها شغلة تانية، مو ناقصني يجيني طالب آكل إصابة كل يوم؟ الإصابات شغلة كتير عادية، بس الرياضة كتير مفيدة لألهم، بتنشطهم وبتقويهم وبتزيد من تركيزهم بالدراسة، ورح تقوي علاقاتهم ببعضهم كمان. خلاص بيكفي بقى، أنا شبعت من هذا الحكي، مو ناقصني تجي تتفلسف علي كمان. ساوي مثل ما بدك، بس يكون بعلمك أنت المسؤول وأنت رح تتحمل النتيجة. ماما حبيبتي ما رح تلعبي معي؟ ماشي تعي نلعب. ماما عن جد انتي ما زعلتي مني؟ طبعا حياتي، بعدين ليش لحتى ازعل منك؟ انا فكرتك زعلتي مني لما عصبتي هديك المرة. ما اتعصب عليك بنوب، بوعدك. ليش فايتة طحوش؟ أنا طول الوقت وأنا عم فكر، بس ما كنت أفهم ليش ست ميرال عملت هيك. إيه لكن أنت ما بتعرفي، الست ميرال مرة كتير حقودة وما بتنسى ولا بتسامح حدا بسهولة. بنصحك ما تقربي منا بهي الفترة، حتى أنا ما عم بقدر أحكي مع كلمة. المرة الماضية كنت رح دافع عنك بس خرستني وسكرت لي حلقي. والله أنا كتير زعلت على حالتك. الحق معك قد ما انزعجتي منا، ما في أصعب من إنه الواحد ينقطع رزقه.
شو انتي ما عم تسمعيني؟ طبعا حبيبتي انا سمعت كل حكيك. يلا لكان خليني روح. شو لوين رايحة؟ شو هالزيارة يلي ما لها طعمة؟ خليكي هلا منحكي جوز كلام مع بعض. لازم روح، بدي شوف الشغل، وقال لك اني ضليت عندي. يلا بشوفك بخير، ادعي لي. ماشي. يا ويلي عليكي، يخرب بيته يلي قطع برزقتك. هي الحياة صعبة كتير، إن شاء الله بترجع سارة ومع الأخبار الحلوة يا رب. مرحبا، كيفك؟ منيحة، أنت كيفك؟ الحمد لله، أنا منيحة. يلا تعي، خلينا نروح على الجنينة ونلعب سوا. طيب يلا. ماما بتحبي نلعب هي اللعبة؟ يلا. هوبا. يلا مرة تانية. هوبا هوبا. شو عم تلعبوا مع بعض؟ لما بشوفكن هيك كتير بفرح. وانتي متغيرة كتير، خير ان شاء الله؟ صاير شي انا ما بعرفه؟ يمكن ارتحت بعد ما تقبلت الوضع تبعنا. معك حق احمد، هي حكمة ربنا، ما في داعي نتضايق. مزبوط، لازم نآمن بالقضاء والقدر، لأنه يمكن يكون في خير لأنه ونحن ما منعرف. إن شاء الله رح نضل مبسوطين. يلا نلعب. نلعب نفس اللعبة؟ ماما خلينا نطلع يلا. على الدرج. وأنا كمان رح أيوة. أطلع. إن شاء الله نعيما. الله ينعم عليك. موضوع الجمعية كتير قلقني وشاغل لي بالي. شو صار مع الشيخ أحمد؟ لقلنا شي محامي ظريف؟ انت شو متوقع يعني؟ ليش أصلاً ابنك؟ في شي بقلبه رحمة أو شفاء؟ أنا اللي كنت بقصده أنه كل هالمحامين ما في بقلبهم أي رحمة بشكل عام. اللي مين هالمحامي بقى؟ أنا عم أسألك، يلا جاوبني، مين هالمحامي اللي وكله رجائي؟ مراد، مو هيك؟ طيب أنا بأرجيه. استنى، لوين رح تروح؟ هدي شوي. انت شو ساويت يا خال؟ يا ويلي أنا، ولك ابنه رح يهد الدنيا فوق راسنا. حل عني، مالي ناقصك. عثمان، لوين رايح؟ أنا جاي معك. ايه يا شباب، كل واحد عرف بأي فريق هو؟ ايه استاذ، بس علي لسه ما اجى لهلأ. اجيت. وينك لهلأ؟ انا كان عندي شغلة مهمة، اضطريت اتأخر شوي لخلصها. لا تواخذني استاذ. يلا فوت لشوف، انت بفريق رأفت. يعطيكم العافية. يلا خلينا نشوف شطارتك باللعب. عمر بلا ما تعاند، نحن قسمنا حالنا فريقين، لا تروح عليك. يلا والله رح ننبسط كتير. طيب طالما أنتم مصرين هالقد رح ألعب معكم. طيب أنت رح تكون بقلب الهجوم. أستاذ ممكن تخليني ألعب بالجناح الأيسر؟ هيك بلعب أحسن. بلا ما تكسر بخاطره. إيه ماشي مثل ما بدك. ماشي يلا. عمر، يلا عمر، جول. برافو عليك. عم ماهر، والله كنت جاي لعندك يا شيخي. خير، شو صاير؟ لا تسألني، والله أنا خبصت بالحكي. خبرت عثمان أنه مراد هو المحامي تبع رجائي. لك آخ منك، كيف تساوي هيك شيء؟ ما بعرف كيف ساويت هيك، وما بعرف كيف فلتت من لساني، بس يلي بعرفه أني عملت شغلة مو منيحة. وعثمان طلع من المحل وهو معصب كتير وحاولت وقفه بس ما سمع مني. رح يتخانق مع ابنه مرة تانية، ادعي بركي بقدر إلحقه. إن شاء الله إن شاء الله.
أهلين سيد مراد. إجا سيد كمان؟ تفضلوا ارتاحوا، رح نادي لكم لإله. ماشي، شكرا. العفو. تفضلي. ايه، تأقلم ابنك بالمدرسة؟ كان اسمه علي ما؟ ايه، وحتى حبة كمان، استاذ سليم عم يساعده، والله يخلينا يا سجل بفريق المدرسة. بس كأنك مو حابة يلعب بالفريق. لا مو هيك، بس المشكلة انه بوت الرياضة تبعه ضل بسوريا وحابة يلبس نفس الماركة، بس هالماركة غالية. عفوا. نعم ماما. ابني كيفك؟ أنا منيح. خير، صاير شي؟ أنت منيحة؟ ما في أي شي، لا تقلق أبدا. اتصلت فيك لأعزمك على الأكل اليوم المساء. خبرتي لبابا بهالشي؟ طبعا خبرته، وهو كمان كتير حابب تجي لعنا. طيب ماما بشوف، رح حاول أجي. هلأ أنا بعتذر، مشغول. الله يقويك. تمام، مع السلامة، الله يكون معك. شوفك بخير. أنت مين سمح لك تفوتي على مكتب المدير من دون ما تدقي الباب؟ أنا مو جاية لحتى تعلمني كيف أتصرف يا حضرة المدير. طيب شو بدك؟ بدي الأستاذ اللي اسمه سليم يحل عن ابني ويتركنا بحالنا بقى. قدر بيومين يلعب بعقل الولد ويغيره. الولد بطل يدرس، كل عقله بكرة القدم. أنا بعمري ما شفت مثل هيك مدرسة، شو هالأستاذ هاد؟ أنت لازم تقلعه من هون فورا. ماشي، اهدي شوي، ارتاحي لو سمحتي. بنتي، بعتيلي الأستاذ سليم. لا تاكلي هم، هلأ بيجي لهون وبتتفاهمي معه. توترت وعصبت منه، شوف شلون عم برجف. هالأستاذ يلي اسمه سليم رح ينزعلي الولد وضيع مستقبله. قال طلبتني حضرة المدير. تفضلي يا خانو، هذا الأستاذ سليم. اسمعني سيد سليم، اترك ابني بحاله بقى. عمر مو مثل الأولاد يلي بتعرفهم، ضليت تعبي براسه على لعب الطابة وهالشغلات الفاضية لحتى الولد ترك دراسته. بس يا خانم، أنا بس عم عبي النقص يلي عنده لحتى يطور حاله. بس عمر مو ناقصه أي شيء أبداً، في عنده كل شيء. يا خانم، الدراسة لحالها ما بتعلم الطالب يواجه الحياة، العلاقات الاجتماعية بتعطيه خبرة كتير كبيرة بالحياة، وبهاي الطريقة بيدرس وبيتعلم كيف يتعامل مع المشاكل. لو سمحت لا تزودها أكتر، نفذ كلام الخانم وبس. الطلاب تبعاتك عملته باللعب ويتركوا دراستهم، وإذا تراجعت علاماته رح حملك المسؤولية. مدام أنت فيك تروحي، بوعدك ابنك ما عاد يلمس الطابة بالمرة. بتمنى أنه يصير هالشي. حضرة المدير، أنت ليش ما عم تفهمني بنوب؟ وليش عم تتصرف معي بهي الطريقة؟ ما بدي فوت بشغلات توجع لي راسي، عم تفهمني؟ حذرتك من هالمرة، ممكن تروح تشتكي علينا، وساعتها عود فهم المفتشين الحقيقة. رح يتهموني لأني المدير، وأنا ما بضحي بالإدارة كرمال المسخرة تبعك، فهمت؟ جول! عمر! 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 تعال خد شنطتك، رح نروح على البيت، يلا بسرعة. بترجاك استاذ، حاول تقنع امي، انا حابب العب مع الفريق. عمر روح مع أمك هلأ، أنا رح لاقي شي حل، وساق فيني. أنا ما قلت لك لبقى تحكي مع هالزلمة ولا تسمع كلامه. آه، كيف بتسمع منه وبتخالف أوامري؟
ايه مزبوط، انا اللي وصيت على طيارة ورقية. بالله عن جد خلصت؟ ايه كتير منيح. ماشي، بعد شوي بيجي باخدها. شكرا كتير، يعطيك العافية. استاذ، لازم ندخل عمر بفريقنا، لعبه كتير ممتاز وفي عنا نقص بالجناح الايسر ومانو مثل مفكرينه، بسرعة صار رفيقنا. معكن حق يا شباب، إن شاء الله بيتفاهم هو وعيلته، ما لازم نتدخل بيناتهم، وإن شاء الله بعدين أنا بحاول حلها معهم، وإنتوا ادعوا بركي بتنحل هالشغلة. شكراً، يلا عطيني رقم موبايل مراد فوراً، من دون لت وعجن عطيني رقمه. شكراً. عمو عثمان سكري هلأ، بعدين بشوفك ومنحكي. بلا هالعصبية هلأ، انت معك الضغط وبترجاك تهدى شوي. شيخ أحمد كيف بيعمل هيك فينا؟ مو عارفان انه هالدعوة ضد أهله وناسه؟ معك حق تتضايق شوي، بس مراد معه حق، بتعرف هذا شغله؟ يعني يقلع زباينه؟ أستغفر الله العظيم. شكراً لك. أهلين سيد مراد. مرحبا سيد كمال، بعرفك مدام سارة. أهلين مدام سارة. أهلين. تفضل. طيب خلونا نفوت بموضوعنا دغري. بالنسبة لشغلك، خبرني سيد مراد انك بتحكي عربي، يعني انت رح تشتغلي بالريسبشن لحتى تستقبلي الزباين، لانه الفندق تبعنا بيستقبل كتير سياح عرب. موظفة استقبال؟ بالضبط. بس انا كنت مفكرة اني رح اشتغل بتنظيف الغرف. بالحقيقة ما بعرف اذا رح تزبط معي هالشغلة. نحن 7 اشخاص، بدنا 3 غرف. Where are you from? Can you speak Turkish? You speak Arabic? I can't speak Arabic. I don't speak English. Okay, 1 minute please. مرحبا، تفضلوا. الله يزيد فضلك حبيبتي، ساعدينا، نحن 7 اشخاص وبدنا 3 غرف. كم يوم؟ 10 ايام. ماشي. هدول 7 اشخاص وفي معهم طفل صغير، بدهم 3 غرف لمدة 10 ايام. ماشي. شكرا حبيبتي. عفوا. هي هي يا مدام سارة، هذا هو الشغل تبعك بالفندق. لغتك العربية والتركية كتير ممتازة، وعلى حسب ماني شايف رح تكون إجرتك 500 ليرة. قلت لي 500 ليرة؟ طبعاً موافقة، يعني 500 ليرة بالشهر كتير منيح. مو بالشهر، 500 ليرة كل أسبوع. كل أسبوع؟ أنت عم تحكي عن جد؟ ألف حمد وشكر إلك يا رب. معناها اتفقنا، بس قبل ما أنسى، أنت مضطرة تبقي هون لليل وفي إلك عطلة يوم واحد بالأسبوع. ماشي، أنا موافقة، كنت كتير بحاجة لهالشغل. طيب لكن على خير إن شاء الله، منشوفك بكرة هون. شكراً لكم. معناتها يلا بخاطرك. مع السلامة. أنت عم تزرع الشتات، ممكن تفهمنا شوي أنت كيف عم تعمل هالشي؟ ما شاء الله عليك، أنا شايفك سريع كتير، من أمتى بتشتغل بالزراعة؟ ولك شو هالكريم المغشوش يلي بعتني اياه؟ شوف شلون سبب لي حساسيه وحكه بكل وشي. يلا خده ورجع لي مصرياتي احسن لك. ايه اهدى يا اخي، دقيقه انت، روق شوي، هلا منحلها. بس لحظه خليني اشوفك. دير وشك شوي لشوف، طلع فيني هيك لشوف. عن جد زعلتني، جاي عم تعيط علينا وعم تفتري كمان؟ الكريم تبعي ما بيعمل حساسيه. لكن شو المشكله؟ استنى اخي، انت تفرج يا ترى شو مكتوب هون. صنيعه في الصين، يعني يلي عيونهم صغار مو هنن أذكى الناس بالاختراعات بكل العالم؟ لك بضاعتهم كتير ممتازة وما في أحسن منها أبداً. أنا برأيي ماكينة الحلاقة اللي عندك مو أصلية. بالله عن جد؟ طبعاً. ولا شو كان صار؟ كنا تحسسنا مو هيك؟ ايه مزبوط عرفان. ولك أجدب حاجة تحك، بما أنه ما حدا غير يتحسس منها،
معناتها لغير ماكينة الحلاقة أحسن. شي أكيد غير ماكينة الحلاقة، وحتى ضل استخدم هذا الكريم. خد. أهلين فيك أخي، تحياتي، شرفنا مرة تانية، ودير بالك على حالك، مع السلامة. بعد هذا الزلمة ما حكى عن الحساسية حسيت إني تحسست، وإنت كمان ما؟ معناته هذا الكريم بيحسس. سيد مراد خجلتني كتير، كنت رح أشتري له البوت بعد كم يوم، أنا صرت مديونة إلك. لا تفكري بهالشي، وفكري بسعادة ابنك علي. بس رح أعطيك حقه، أنا ما فيني أقبله هدية. خلاص ماشي، مثل ما بدك. ما بدي. خير مدام جيهان، صاير شي مع عمر؟ أنتي ما دخلك، خليكي بشغلك، خديني أشوف. عمر؟ عمر؟ لا حدا يتدخل فيني بعد هلا، أنا بدي ألعب بفريق الطابة، هاي حياتي ومن حقي أعيشها مثل ما بدي. يكفي بقى. اسكت وحاش تبكي مثل النسوان. علي اتركي وحاش تدللي. يلا انزلي على المطبخ وشوفي شغلك. ما بدي اسمع صوت أي حدا منكم. فهمتوا علي؟ بترجاكم لا تأخذوني يا أخوان، أنا متضايق مثلكم وحتى أكتر منكم، وقلبي عم يحترق حرق. ما عم تخيل في حدا بيحط أهله بهيك موقف. شوفوا على هالعملية اللي عملها ابني. يا رب عطيني الصبر على هالبلوي. لك الشيطان عم يقلي روح لعنده. خلص يا أخي، طول بالك واهدى شوي. كان ممكن رجائي يوكل غيره، بس نحن تأخرنا ورجائي سبقنا لعنده، وابنك استلم القضية. بالآخر هذا زبون ومراد ما بيقدر يقلعه. إيه، وبرأيي خلينا نروح ونشوف شي محامي تاني، بس هاي الشغلة بدها شوية مصاري. ما في داعي نكبر الموضوع هالقد، عقد ملكية العقار معنا ما بيقدروا يساووا شي. إيه والله مزبوط، ليش نحن خايفين هالقد؟ يعني ما في داعي نوكل محامي وبلا هالمصاريف. مزبوط كلامك. عثمان، بعد ما صرت بالعمر بلش يطلع لك حب الشباب. وجهك أحمر مثل البندورة. بتعرف العصبية ما بتواتيك بنوب. ايه طلع بحالك بالأول، من الصبح عم تهرش وبشك كأنك جربان. انتو شو صاير بوشكن؟ لا تكونوا أكلين شي شغلة وتحسستوا منها. جلال. بتشوف استاذ، رح نخلي كل مدارس اسطنبول تحكي عن لعبنا. بس يا ريت لو يكون معنا عمر. مرحبا استاذ سليم. اهلين عليا خانو. انا كتير مبسوطه لاني لقيتك هون. خير صار شي لعمر؟ مو صاير له شي، بس اجيت لاحكي بموضوع بخصه. تفضلي ارتاحي هون. يسلموا. بترجاك خلي عمر يشترك في فريق المدرسة، لا تحرمه من هالشغلة، هو كتير بحب يلعب بالطابة، مستعد يساوي أي شي ليكون مبسوط. وأنا بدي هالشي كمان، إذا انضم عمر للفريق هذا منيح مشانه ورح يساعد الفريق كمان. بس أمه ما بدها ورافضة هالشي، والظاهر إنك بتحبيه كتير مشان هيك أكلي همه كل هالقد. عمر كبر وتربى على إيدي، وأنا بحبه لعمر كأنه ابني وأكتر. ماما؟ ماما ليكون؟ اشتريتي لي بوتل رياضة؟ افتح الكيس وشوف بعيونك. يا عيني، هي الماركة ممتازة. يلا ابني جربه لنشوفه عليك.
طيب ماشي، رح غير أواعيي وألبس البوت. مرحبا سارة خانم. أهلين، لقيت شغل جديد، الأستاذ مراد ساعدني كتر خيره. ما تواخذوني، ما عرفتكن على بعض. عليا خانم مربية واحد من طلابي، وسارة خانم بتكون جارتنا. تشرفت مدام. مرحبا. طيب أنا صار لازم روح هلأ. لا تاكلي هم عليا خانم، إن شاء الله بأقرب وقت رح تشوفي عمر مبسوط ومحقق اللي بده إياه. يكتر خيرك. رجع لنا مصرياتنا. لك مو عيب عليك تعمل هيك. يلا رجع لنا مصرياتنا. يا ويلي أنا. أنت ما بتستحي على حالك تعمل هيك. رح موت على حساسية. يلا رجع لي مصرياتي. دقيقة. اهدوا. لك شو ذنبي إذا بشرتكم كتير حساسة؟ بعدين شو بيعرفني إنه الحساسية من الكريم تبعي؟ ما برجع لكم المصاري. وليش ما راح ترجعون؟ خبرتكم من الأول أنا ما برجع أي بضاعة. بلش مع السلامة. ضحكت علينا. شو اللي عم يصير هون؟ لشو كل هالعياط هاد؟ هالغشاش ما بده يرجع لنا مصرياتنا. طلع بحالتنا كيف صار. بعنا كريم مغشوش وحرقنا مغشوشنا من هالكريم. انبسطت بعملتك؟ لك تطلع بحالتنا. ما بكفي انك شوهت سمعتك وفوقها اذيت الناس بهالشغلات المغشوشة تبعك؟ يا معلمي ما عاد بدي اشوفك بهالمحل. يلا ضبضب وسخك وروح لقيلك شغل تاني. وقبل ما تروح بترجع للناس كلياتها مصاريها. إلي على شوف. أعطيني مصرياتي. إلي ما بتخجل على حالك؟ وعلى أساس الكريم أصلي. تاريخ نصاب كبير. يلا رجعنا مصارينا. تعال هون يا محتال. ألو كيفك ناريمان؟ خلصوا الأعشاب. بتروحي معي لعند المرأة لنشتري كمان؟ لا تاكلي هم المصاري، في عندي أساوي ربيعون، بس خدي لي موعد منها. ماشي يسلموا. يلا بشوفك. انتي خليكي هيك. نيسان تعطيني حب وجع الراس من عندك؟ بابا حبيبي راسك عم يوجعك؟ ايه والله عم يوجعني شوي، هلأ برتاح. بعرف انه في عند ماما اعشاب منيحة، شرب منها. ماما وقت بتشرب منها بصح راسها. نيسان شو هالأعشاب يلي عم تشربيها؟ نيسان خير صار لك شي؟ لا ما صار لي شي، بس الكاسة وقعت. طيب عد ارتاحي شوي. اجا اخوك مراد. ابني اهلين وسهلين حبيبي مراد. يلا أهلين وسهلين مراد. أهلين فيك. يلا تعال حبيبي، يلا تعال.
طبخت لك الأكلات يلي بتحبها. أهلين وسهلين. يلا عود لشوف حبيبي، خليني أشبع من شوفتك. هالليلة رح تنام عنا ما هيك؟ بلكي منتسحر مع بعض، صار لنا سنين ما تسحرنا كلنا سوا. خليني أفطر معكم ومنفكر بالسحور. وإلك عين تجي لهون؟ أنت ما بتخجل على حالك؟ رحت وقفت مع هداك الواطي رجاعي ضد أبوك وأهل الحارة، وبكل وقاحة جاي وبدك تقعد معنا على نفس السفرة؟ دخيلك يا عثمان، مشان الله لا تحكي هيك. ما صدقت إمتى مراد رجع لهون. اهدى وارتاح شوي، اقعد. انت في شغلة واحدة لازم تعرفها، انا ما غلطت بنوب، بس عم بشتغل شغلي. انتو لهلأ ما فهمتوني ولا بعمركم رح تفهموني بنوب، وانا رح اضل هيك ومستحيل اني صير مثلكم ابدا. يلا روح انقلع من وشي احسن لك. يلا انقلع انقلع. عثمان حاجة بقى، مراد استنى شوي ابني.